السلام عليكم ورحمة الله. زي ما احنا عودناكم قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بيكتب لنا كلمة حلوة اللي بتبتسم وتطمن علينا على دماغنا من فوق. النهاردة إن شاء الله بعيد عن سلسلة تحسين المستوى والكلام ده، في شوية أسئلة بتيجي على القناة اليوتيوب أو بيجي في الجروب عندنا والكلام ده، فاحنا على قد ما نقدر كام سؤال اللي هو جالنا هنرد عليهم، ولو في اسئله كتير معنى ان انا دوست لك لايك ولا شفت السؤال ولا الكلام ده انا قادر ان انا اكتب لك كلمتين والخص لك، بس هو زي ما انت هتستفاد غيرك هيستفاد والكلام ده، عشان خاطر ممكن مشكله عندك انت تفيد الكل والكلام ده. طيب اليومين دولت يا باشا احنا بنمر بالحمام عامه عند اي حد، الحمام ما تفهمش الامراض زادت ليه والجو ده، عشان تغيير من الصيف للشتاء واليومين دولت مش متظبطه، بالليل بتبقى ساقعه قوي والصبح تلاقي الشمس طالعه والكلام ده. طيب ممكن انت بالامراض دي بتحصل بالتغير الجو دي بيحصل امراض كتير. طيب الامراض دي يا باشا زي ايه؟ طيب احنا ممكن نقول الامراض دي ممكن تتنقل ازاي، او ممكن من خلال الجو لو ما دخلتش انت حمام جديد والكلام ده، بالتغير الجو بيحصل امراض زي ما احنا عارفين وكده، بس اهم حاجه الوقايه الشهريه اللي احنا بنتكلم فيها والتغيير اللي هي الوقايه ما بتثبتش على حاجه عشان خاطر الحمام ما يرفعش مناعه منها، فاحنا قايلين على اللي هو امراض الوقايه بتاعت الشهريه كذا حاجه، ففي فيديو معمول اللي هي وقايه امراض الحمام مثلا السالمونيلا، وقايه امراض الحمام في الصيف، فهي كل دي وقاية، فهي عامة بتمشي في الصيف وبتمشي في الشتاء، لان احنا بندي مضادات حيوية، بندي فيتامينات، بندي رفع مناعة. طيب يا باشا في مشاكل بتحصل اليومين دولت ممكن اي حد ما ياخدش باله منها، يعني ممكن غاوي حريف ما ياخدش باله منها، نقطة بتفوته، حاجة بتقع منه، ما احنا كلنا بنتعلم من بعض، ممكن حاجة بسقطها من دماغي ممكن واحد يكملها لي، فاحنا في الأول وفي الآخر بنحب نفيد الناس كلها، وبنحب اللي هي المعلومة توصل على قد ما تقدر لجميع الناس. طيب يا باشا في حاجة احنا يا باشا ممكن نعملها، ان احنا لو مشترين حمام جديد احنا بنستقبل فرد الحمام وبنمشي عليه، اللي هي بتاعت الشعر بنمشي على الحمام حتى سليم تعبان، فاحنا كده كده في العزالة او في مكان الاستقبال بتاعنا، فانا بستقبل فرد الحمام وبمشي عليه وخيط العلاج. طيب انا ما بجيبش حمام جديد وبلاقي الحمام بتاعي بيقع، طيب بيقع من ايه يا باشا؟ في نقطة وركز للنقطة دي، لان اغلبية الغواي بتقع فيه ازاي يا باشا؟ انا دلوقتي عندي شوية زيادات واخدتهم ونزل بيهم السوق ابيعهم، بعت اللي بعته وتفضل كام فردة حمام ورحت راجع بيهم، بعمل ايه يا باشا؟ انا واحد بقى انا من الناس، يعني بتاخد فرد الحمام انت راجع بيه من السوق، فرد الحمام اكنك جايبه جديد، ازاي يا باشا ده بتاعي وخارج من السلكه عندي، ده نازل ابيعه ما ينفعش رحت راجع بيه تاني. طيب يا باشا ما ممكن انت بتقعد مثلا في السوق ساعتين ثلاثه اربعه، اي الوقت اللي انت بتقعده في السوق الاقفصه بتبقى مفتوحه على بعضها، فالاقفصه جنب بعضها والكلام ده. طيب حمام ما اتباعش ورجعت، في ناس بتسكنه في بالهم ولا بتدخله في السلاكه على طول، طب يا باشا ما ممكن المرض ده اتنقل من حمام في السوق، يا باشا يتنقل من ساعتين بقعدهم ولا ثلاثه، والله ممكن من خمس دقائق من 10 دقائق فرد الحمام مصاب، هوب فرد الحمام الثاني شم منه، فابتدي الحمام اللي انا بتاعي اللي نازل بيه السوق اجيبه ادخله على السلاكه عندي، يبتدي المرض ينتشر في قلب السلاكه بتاعتي والكلام ده. طيب انت ما بتدخلش حمام يا باشا جديد يبقى خلاص، يبقى زي الفل، انت ما بتدخلش حمام ورستات دنيتك، طيب انت هتمشي الوقايه الشرعيه والكلام ده ومفيش اي مشكله. نزلت بحمام في السوق وما اتباعش، يرجع تستقبله اكني فرد حمام جديد، ازاي يا باشا؟ ده انا خارج من السلاكه زي ما انا بقول لك، عشان الامراض بتتنقل والكلام ده، لان اليومين دول اتمشى الامراض كتير، فاللي هو شوية تنفسي شوية معوي شوية سرمونيلا الكلام ده، الحمام عامة مش متظبط عشان خاطر المناخ اللي احنا فيه وتغيير الجو والكلام ده. كده خلصنا من اللي هو حتة اللي انت بتنزل ممكن المرض بتنقله من الحمام بتاعك لو انت نازل بيه السوق والكلام ده. في كام سؤال اللي احنا هنرد عليهم والكلام ده. واحد بيقول لك عندي جوز يعني مثلا عنده قص زياده عن شعرين مش عارف يجوزهم لبعض، الحمام بيضرب بعض. طيب لو هما مش ذكرين يبقى انت مثلا في حاجه غلط اللي انت بتجيبيهم مع بعض. طيب هي ايه يا باشا الصح اللي انا الاقي حمام او اجوز حمام والكلام ده؟ دلوقتي الذكر بنسكنه في قلب الباب بتاعه،
فرد الحمام بيقعد في الباب، النتايه بتكون في مصطبه، ما تكونش الباب عشان خاطر ما تفضلش تزوف زفت البكره وتفضل يدبوا في بعض. طيب نتايه يا باشا قضمه زافت وهتدخلها للدكر وهو واخد الباب بتاعه، النتايه هتاخد الدكر بسهوله. لازما النتايه تكون زايفه. طيب بعمل اللي هي تكون النتايه في قلب المصطبه والنتايه زايفه، بدخلها للدكر ما بتاخدهوش. ممكن تسكن النتايه جنب الدكر اللي هم يعشقوا بعض من بين القطوع اللي هم ياخدوا بعض. طيب بعمل كده ما بياخدوش بعض برضه نفس القصه دي وكده. بعمل ايه يا باشا؟ فرد الحمام بيكون عاشق بابه قوي وعاشق نتايته جامد قوي، يعني ممكن نكون نتايه واخدها فاللي هو ما بتعرفش يتجوزه نتايه الا بتاعته. طيب بتعمل انت ايه يا باشا؟ باخد الدكر ده بنقله باب تاني بعيد عن الباب اللي هو فيه ده، اللي هو بيزوف مثلا الباب بقى اللي تحتيه، الباب اللي جنبيه، ما حاولش ان انا اغير له المناخ بتاعه من جنب لجنب، بيختلف يا باشا عشان خاطر اللي هو فرد الحمام ما جالوش حاجه. بحاول ان انا اسكنه بباب جنبيه، باب تحتيه، بحيث ان هو ينسى الباب اللي هو النتايه بتاعته اللي هي بتخش فيها، يبتدي اللي هو يزوف، والنتايه بتاعته اللي تكون داخله في قلب المصطبه ادخلها له. دي طريقه اللي هو بيبقى سهل اللي هو ياخده القص بعضه ومفيش اي مشكله. طيب يا باشا خلصنا من السؤال ده. في سؤال تاني اللي هي الحمامه لسه جايب قص جديد والحمامه بتاعتي بتحصي حصى برشت. طيب حصى برشت ده لانك انت جايب القص جداد فانت مش عارف قصه القص ده الراجل شغال بيهم قد ايه، الراجل فراخ قد ايه، فالكلام ده اللي هي الحماميه ممكن ما تكونش ريحت. فالطبيعي اللي احنا بنفك النتايه لو جايب قص راكبينه على بعضهم بنفك النتايه، بنشتغل معاه كالسيوم اللي هو دي 3 اف، ادي الكالسيوم اهو، بمشي مثلا مع النتايه حبايتين اللي هو كل يوم نص حبايه دي 3 اف اللي هي الكالسيوم ده عشان خاطر النتي. طيب وايه تاني يا باشا؟ والتحديق ده لازما يكون، ادي التحديق اهو، ده لازما يكون عند النت عشان خاطر اللي هو الحصى اللي بيكون برشت، الحصى اللي بيكون ضعيف، الكلام ده لازما اوقف النتايه تعيد صحتها. لو هتقعد شهر يا باشا اللي هي النتايه تسترد صحتها والكلام ده عشان خاطر اللي انا ابدا اشتغل كويس ومفيش حاجه تقع مني والكلام ده. طيب في يا باشا خلصنا كده اللي هو سؤالين مثلا. في اللي هو مثلا واحد بيقول لك الحمام بقاله كتير ما بيشتغلش، بس الحمام كان شغال ومره واحده قطع. بص يا باشا هي حته اللي هو حمام يشتغل وما يشتغلش ويحس وما يحسش، طالما الحمام شغال ما فيهوش اي مشكله. فحته اللي هي طالما انا ماشي معاه صح، يعني هو بشتغل مع البنت كالسيوم زي ما انا بقول لك، التحديق قدامهم برده بيحدقوا الكلام ده مفيش اي مشكله، لو انت ماشي بالطريقه دي زي الفل. لكن اللي هو يحس ما يحسيش دي حاجه في علم الغيب، فاحنا عشان خاطر ما نتدخلش في حاجه زي الكلام ده، لان الناس بتشتغل صيف وشتاء ما بتفصلش الحمام، فالطبيعي الحمام لما انت بتفصله بتفصله وقت زمني، يعني اللي هو بتنسل الحمام بيغير الدم بتاعه، بيجدد الريش بتاعه، بيجدد عنقود الحصى، الكلام ده. لكن انت لما الحمام بيريح الحمام ممكن يقعد 6 شهور ما يشتغلش وما تشوفش منه حصوايه. ليه؟ لان الحمام مريح براحته، يعني انت شغال بجهد النتايه والكلام ده، فالنتايه يوم ما بتقف اللي هي ما بتحسش، حتى لو كانت شغاله ممكن تاخد في نتي بتريح شهر، في نتي بتريح شهرين، في نتي ممكن تقعد بال6 شهور وبالسنه كمان، بالسنه انت ما تشتغل، والله في نتي بتقعد من موسم للموسم عمال ما تشتغل، لان انا ما اديتش النتايه حقها، ما اديتلهاش الكالسيوم، ما اديتلهاش التحديق، الكلام ده. فحته اللي هو شغال مش شغال ده بتاع ربنا يا باشا. وكده خلصنا برده من سؤال اللي هو الناس بتتكلم فيه. طيب في برده واحد بيقول لك حمام بيكسر البيض في قلب اللي هو العيون بتاعته، لا اما مثلا مربيه في صفايح والكلام ده. تكسير الحصى ده مفيش حمام بياكل حصاه، لا المشكله في ايه؟ الحمام رعن فاللي هو ما بيقعدش على الحصى، انا داخل الحمام اساسا رعن، ده اللي هو فرد الحمام ما عودناهوش على الحنيه، القص بيبقوا رعنين، بيجي مثلا اول ما يلمحوا كنتوا داخل السلاكه تلاقيهم ايه؟
يفضلوا يخبطوا في الباب. فالحصواه يا باشا ده حصواه ريش، يعني حصواه القشره بتاعتها خفيف، فالطبيعي اللي هو لو قام مفزوع من على الحصى هتتخبط في الطاجن فبكده هتتكسر. طيب يا باشا حلهم ايه؟ انا شايف ذكر زي كده رائن، ما تدلوش نتايه رقنه، لا ده انا انقي له نتايه تكون حنينه عشان خاطر اللي يتعلموا الحنيه والكلام ده، فما جيش قص يكونوا رعنين ويجوا يحصوا. ما الطبيعي يا باشا انت داخل على القص اللي هم يفضلوا يخبطوا في البيبان فيكسروا الحص، ايا كان بقى محصين تحت مكسح، محصين في باب، محصين في صفيحه، الكلام ده. فاحنا لما بنيجي نوفق الاسوس ما بنديش اتنين اللي هم يكونوا رعنين عشان ما عشان خاطر ما اخسرش الحصى بتاعي والكلام ده. بكده عشان خاطر اللي هي حته اللي هم بيكسروا حصى والكلام ده، ففي حمام ما بيكونش اتزرع فيه الحنيه، عشان خاطر كده الحمام تلاقيه بيحص على الارض ساعات، تلاقيه بيحص في الطاجن وبعد كده يكسر الحصى بتاعه والكلام ده. فانت عشان خاطر ملخص الكلام، عشان خاطر اللي انت الاسوس الرقنه والكلام ده، فبيكون المستحب اللي انت بتشوف يعني مثلا قصر عينين بتفصلهم، ذكر تديله انتايه وانتايه تديها ذكر تاني عشان خاطر ان هم يتعودوا على الحنيه والكلام ده. لان القص اضاما بيكسر الحصى مش هتعرف تاخد منه زغلول يا باشا، ده بيكسر الحصى، ما بالك بقى لو فك اللي هي الزغاليل بتاعته، طب هيعمل فيها ايه؟ فعشان خاطر اللي هي الحته دي، فاحنا بنوفق الاسوس بتاعتنا عشان خاطر اللي هم الرعنين والكلام ده. وفي نقطه تاني برضو، الناس بتعمل ايه؟ القص يكونوا محصين يفضل طالعين داخلين على القص، طب ما انت بتقلقهم بايديك يا باشا، اما القص خلاص حصه كشفت على الحصى بتاعك، فانا بسيب القص ما بخوفوش، ما بفضلش اخش، انت بتخش له مره كنت هتكلف ان كنت هتمسك الكلام ده، ما تفضلش بقى تفضل تشد لي الطاجن شويه، تفضل تخوف القص وتخوفهم من على الحصى، وتلاقي في حمام بيحصي من الرعن اللي هو بيكون او القص بيكونوا رعنين ما بيرقدوش، يعني يحصوا لك الحصويتين من كتر خوفهم والكلام ده، بيبتدوا اللي هم يقوموا من على الحصى بتاعك وما يرقدوش تاني. كده على قد ما بنقدر اللي احنا بنوصل اجابات عشان خاطر الناس اللي هي بتتكلم والكلام ده. في واحد بيقول لك انا عندي الحمام بيرمي ريش بطيء جدا، طيب هو في حاجه تسريع لرمي الريش؟ هي يا باشا هو عامه في الشتاء الرمي بتاع الحمام بيبقى بطيء، كل هو بطيء ده بايه؟ لا هو كل 15 يوم بيرمي ريشه، لكن في الصيف، في الصيف ممكن فرد الحمام بيبقى مخدوم صح، بيكلف كويس، انت فاهم، ممكن بتلاقي بالرشتين ثلاثه بيهدروا منه لان ميعاد قلش، فبتلاقي اللي هو مثلا بس فرد الحمام بيبقى سنه صغير لان كل 15 يوم بيرمي الريشه، فالطبيعي لو هو رمى ثلاث ريشات مع بعض يعني اللي هم بيقعدوا 45 يوم، فاللي هو عبال ما بيطلعوا يبقوا كده ال 45 يوم بتوع الثلاث ريشات بتوعه. فالطبيعي اللي انت لما بتلاقي مثلا حمام بيهدر ريش والكلام ده، دي يا باشا بيبقى خدمه، ده بيبقى حمام مخدوم صح كلفته زياده فبيرمي، اسمه قلش شبع. يعني ازاي يا باشا ايه قلش شبع؟ يعني فرد الحمام مخدوم كويس، فرد الحمام بياكل كويس، صحته كويسه، فبيبتدي ولا بيطير ولا بيعمل اي حاجه، فتلاقيه ممكن يرمي لك بالريشه والريشتين والكلام ده. فعده اللي هو عايز اسرع اللي هو الرمي والكلام ده يا باشا، هي مفيش حاجه كده. طب ما انت عايز، انا ممكن اخلص لك الرمي ده كله، لو نسلت فرد الحمام كله ريشه يعتبر هيطلع متستك من اول وجديد، وبكده اكتمل الريش بتاع فرد الحمام. بس في حاجه، في اللي هو مثلا لو فرد الحمام عليه 9 ونسلت الثلاث ونسلت الريش بتاعه كله، عدى ال 45 يوم مثلا، يبقى فرد الحمام عنده مثلا ايه؟ بتاع 6 ريشات، فاللي هو لسه فرد الحمام مثلا صغير، عنده مثلا 6 ريشات 5 ريشات، يبقى برضه فرد الحمام صغير. فانت بتسيب الحمام لغايه ما يخلص خالص، لغايه ما يقفل الريش بتاعته، واخر ريشه هي بتكون الصمه، بكده اللي هو حته اللي هو تسريع الرمي والكلام ده ضمن الحمام مخدوم كويس والكلام ده، يبقى ما عنديش اي مشكله في حته اللي هو الرمي السريع والكلام ده. طيب في سؤال تاني، واحد بيقول لك هو انا ما ينفعش ان انا اخد الحصى ده احطه في الثلاجه لو ما عنديش تحضين والكلام ده، اللي هو مثلا يتحفظ في الثلاجه لغايه ما الاسوس التحضين بتاعتي تتحسن وبعد كده ابتدي اللي انا احضنه؟ باشا انا بتكلم عن الخبره بتاعتي، بتكلم عن الحاجه اللي انا شغال بيها، بوصل لك المعلومه اللي انا
عارفها ايه بالظبط. لكن حته التلاجه دي انا ما حاولتش ان انا اخد حصويتين احطهم في التلاجه اللي هو عشان خاطر اول ما نقص التحديد بتاعي ارجعهم تاني. ممكن ناس تكون شغاله بكده، لكن انا واحد مش من الناس ما عملتش كده، ما خدتش الحصى بتاعي وحطيته في التلاجه لبعد مثلا القص يجي اول ما التحديد يحصر واخد الحصويتين ومحضنه والكلام ده. انا بقول لك ان هي انت بتظبط الاسس التحديد بتاعك بحيث ما تتوهش. لو فرد الحمام حصه والتحضين بتاعي لسه ما حصاش، مفيش مشكله لو ما نقص الغزار بتوعي ان هما الحصويتين يزقوهم، مفيش مشكله. طلعوا الاثنين سليم الكلام، طلعوا واحد برده مفيش اي مشكله، بحيث ان القص برده لازما ان هو بيريح والكلام ده. لكن حته اللي انا احفظ الحصى في الثلاجه يا باشا الله اعلم. فانا عشان خاطر ما تجيش اقول لك اه انت ممكن تشيله في الثلاجه مش خمس ايام، لا شيله شهر وبعد كده حط الحصويتين في قلب تحت القص التحضين والكلام ده. فاحنا بنرد على اللي احنا شغالين بيه، بنرد على اللي هو عن تجربه عن الكلام ده، عشان خاطر ما فيش حد يقول لك ده كنت قال لي والكلام ده. بكده احنا خلصنا بكام سؤال والكلام ده. فاحنا لو في اي حاجه ان شاء الله بيكون معاكم مكملين. فاحنا النهارده الفيديو بتاعنا شويه اسئله رد مثلا على الاسئله بتاعه القناه، فاحنا هنشوف له الاسم بتاعه ايه اللي هو ممكن مثلا يكتبه الرد على الاسئله بتاعه قناه اليوتيوب. فعشان خاطر لو انت في اي حاجه ممكن سؤال تايه منك اللي انت هتوصل له برده اللي هو من الاسئله اللي احنا بنقولها، لان احنا على قد ما نقدر هنجمع شويه اسئله برده بحيث ان هي الناس كلها تستفاد. فانتظرونا مع كل جديد مع على ادم، مش هتقدر تغمض عينيك واوعى تروح لبعيد وتعال شوف الجديد. اخوكم كنت ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.